اهلا وسهلا بكم في قناة عالم هبة. كنرحب بكم في فيديو جديدة ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتلقاكم في اتم الصحة والسلامة وانتم كتشاهدوا دائما مع جديد الابتكارات والاشياء المدهشة للمنزل وللحمام وللمطبخ. كذلك كاين افكار وحيل كيفاش تستغلي الاماكن الضيقة ادوات ومنظمات واجهزة حديثة اللي غادي توفر لك الراحة اليومية. فخليكم مع تتمة الفيديو الى الاخر باش نكتشفهم جميعا. واول حاجة كنتمنى من اللي اول مرة كيشاهد القناة انه يشرفني بالاشتراك والضغط على زر الجرس ويختار الكل باش توصلوا بكل جديد الفيديوهات المقبلة باذن الله. ايضا ما تنسوش لي لايك الفيديو فهكا باش يقدر يطلع ويتشاف، وايضا كدعم ليا يا اغلى متابعين ومتابعات. وشكرا لكم بزاف على المتابعة والدعم. كما شفتوا هنايا مجموعة ديال الادوات والمنظمات بالنسبة للمطبخ وكذلك للحمام. فهنا عندنا واحد الغسالة اللي جد عملية اللي يمكن لكم تبنوا فيها الحويجات ديالكم، الحويجات ديال البيبي، كذلك يمكن لكم انكم تاخذوها وانتم مسافرين فهي قابلة للطي، كذلك ما كتاخذش واحد المساحة اللي هي كبيرة، ففكرتها زوينة بزاف وعجبتني. كذلك هنا عندنا صندوق ديال كوبيل، فايضا هنايا عندنا واحد الكليسة، كذلك هنايا عندنا منتوجات اللي هي ضرورية لكل منزل باش انها تقدر تنظم لكم وتوفر لكم المنزل ديالكم بواحد الشكل رائع. شوفوا معايا ايضا التكنولوجيا الحديثة بالنسبة للأثاث الذكي، الناس اللي عندهم غرف صغيرة فشي حاجة اللي هي روعة. كذلك هنايا توشيات بالنسبة للمفاتيح، وايضا هنايا عندنا واحد الكرسي هزاز اللي هي روعة. كذلك هنا منتوجات بالنسبة اللي يمكن لكم انكم تحطوا عليها الاواني اللي كتكون سخونة، ايضا فهي زوينة كديكور. وبالنسبه لهذا الجهاز فهو جهاز كيفاش انك تقدري دغيا تنبتي النباتات ديالك. وايضا هنايا عندنا واحد لصقه ديال السيليكون اللي يمكن لكم تلصقوها في الثلاجه ديالكم او في السرجان، فيمكن لكم توضعوا فيها مجموعه ديال الورود كديكور. ايضا هنايا عندنا ورق اللاصق اللي يمكن لكم ايضا تبدلوا الديكور ديالكم او تجددوا بها المطبخ. شوفوا معايا ايضا فهي متواجدة في جميع الأسواق العادية. كذلك هنا عندنا جهاز بالنسبة للطبخ السريع خصوصا اللي عندهم أطفال صغار، فشي حاجة اللي هي غتساعدهم بزاف، فهو متوفر بالكأس ديالو أيضا بالمعالقة. ايضا هنايا عندنا واحد المصباح على شكل مستطيل بالنسبه للمطبخ سيغطو في الليل، فيمكن لكم انكم تشعلوه فهو الاضاءه ديالو جد خافته هكا ما يزعجش الناس اللي تيكونوا ناعسين. كذلك هنايا رفوف بالنسبه للمطبخ، وايضا هنا عندنا طاجيرات اللي كتوفر على جوج، وكاينين منهم لثلاثه وكاينين لكثر على حسب الطلب، فايضا كينظم المطبخ بواحد الشكل جد عملي. وكذلك بالنسبه للحمام وندخلوا ايضا بالنسبه هاد الاواني جد عمليه، كذلك يمكن لكم توضعوا فيها مجموعه ديال الفواكه ايضا الحلويات فشكيل زوين وكيوت. كذلك شوفوا الفكره ديال الكرسي اللي كيرجع سلم، ففي نفس الوقت انكم تستغلوه في كلتا الطرفين، فافكار اللي هي زوينه بزاف واللي غادي تساعد المراه خصوصا في الوقفه ديالها ايضا في المطبخ وفي التنظيف، فشي حاجة اللي كتستاهل اننا نتعرفوا عليها وناخذوا هالمنازل ديالنا. فشوفوا معايا ايضا بالنسبة لهذا الحذاء اللي يمكن لكم تضعوا فيه الوصفات بالنسبة للقدمين، يمكن لكم ايضا تقضيوا شغلكم وانتم لابسينه. فشوفوا معايا ايضا بالنسبة لهذه التوشيات اللي على شكل عصفور بالنسبة للكيغدو، ايضا افكار كيفاش انك تقدري تنظمي الاحذية ديالك وتستغلي اماكن اخرى. فبالنسبة للمنازل اللي تيكون ايضا عندها واحد العيوب في المنزل او في الحاجات اللي كتكون بالنسبة للعداد، فهالطابلويات فيمكن لكم انكم تاخدوهم وتطبقوهم كما في الفيديو. ايضا بالنسبة للسيارة فهاد كوبيل ايضا جد ممتاز، فهو ايضا قابل للطي. كذلك هنا مجموعة ديال الاجهزة الحديثة بالنسبة للاواني كذلك، فشي حاجة اللي كتستاهل نتعرفوا عليها ونطبقوها في المنازل ديالنا.
ايضا هنا عندنا منظم ديال الدوار اللي كيجمع بزاف ديال القراعي الزيوت وايضا التوابل. كذلك نشوفوا هنايا شنو في هذه الكرتونه، فهاد السيده خدات منتوجات اللي هي حديثه المنزل ديالها واللي كتعرضها علينا. فهنا ايضا جهاز للطبخ السريع. ايضا فكره بالنسبه للسيارات في فصل الصيف، فهاد الغطاء جد عملي. كذلك ايضا هنايا فواحه، فيمكن لكم انكم تعملوها في السياره ديالكم. فبالنسبه لهاد المنتوجات الناس اللي غيسولوني عليهم فهما متواجدين بكثره في الاسواق العاديه، في مجموعه ديال الجروبات اونلاين، في الفايس، في الصفحات ديال التليجرام، وايضا متواجده في بزاف ديال المواقع ديال البيع ديال هاد الاجهزه الالكترونيه الحديثه. فمجموعه ديال المواقع مثل موقع علي اكسبريس او امازون او علي بابا وغيرهم. ايضا شوفوا معايا هنايا هذا النشار، وكيتوفر على جوج طنجرات اللي يمكن لكم توضعوا فيهم مجموعه ديال الاحذيه والاشياء الخاصه بك في الغرفات النوم. كذلك هي هنايا عندنا الطبيله والنشار ديالها، فشي حويجات اللي صراحه ضروري للمنزل. كذلك شوفوا معايا هنا طاجيرات بالنسبه للاحذيه. فبالنسبه للناس ديال المغرب فخليوا لي التعليق لتحت وانا انزل لكم الرابط ديال الصفحه ديال بيع هاد المنتوجات، فهما متواجدين بالضبط في مدينه الدار البيضاء. فيمكن لكم ايضا تطلبوا من هاد الصفحه اللي كنهضر عليها، يمكن لكم تطلبوها تطلبوا المنتوجات من الصفحه وغادي توصل لكم حتى المنزل ديالكم. فيمكن لكم تجربوا المنتوج مدة أسبوع، إلا ما عجبكمش فيمكن لكم أنكم عندكم الحق ترجعوه. كذلك شوفوا معايا بالنسبة للمعقم ديال الثلاجة واللي كيخلي الخضر والفواكه والأكلات ديالكم تبقى واحد مدة طويلة ما تخسرش. وندوزو نشوفوا ايضا هاد الاشياء الكيوت بالنسبه اللي كيحبوها الاطفال، فشي حاجه اللي هي زوينه بالنسبه ليهم. ايضا هنايا كديكورات وايضا كطبله اللي يمكن لكم تسرجوا فيها حتى الهاتف ديالكم، وايضا كتوفر على اضاءه. ايضا بالنسبه للاثاث الذكي شي حاجه اللي لا مثيل لها، اشياء اللي هي زوينه بزاف خصوصا للبيوت اللي كتكون صغيره او المنازل بصفه عامه اللي كتكون ما عندهمش مساحه اللي هي كبيره. ففعلا اشياء كتستاهل اننا ناخذوها ونطبقوها في المنازل ديالنا. ايضا هنايا منتوجات اللي حصريه واللي خدتها هاد السيده الصينيه، فهي كتستعرض علينا المنتوجات ديالها اللي خدات بواحد الحاجه اللي هي زوينه في هاد المنتوجات. فهي عامه ما كتاخذش واحد مساحه كبيره، وهذه حاجه مميزه فيها. كذلك هنايا عندنا هاد الآلة العجيبة بالنسبة للطبخ السريع، الناس اللي كتكون ما عندهاش وقت كبير، الناس اللي خدامين، فهاد الأشياء هي صراحة زوينة وعملية لهم. فيمكن لكم أنكم تطلبوهم من موقع علي إكسبريس أو مواقع أخرى، فاغتنموا الفرصة فكيكونوا أحيانا تخفيضات اللي هي مهمة جدا. فكما كتشاهدوا معايا فهو الطبخ سريع جدا. فكنتمنى ان اللي وصل لهنا ما ينساش لايك الفيديو، كذلك التعليقات ديالكم كتحفزني وكتشجعني وكتفرحني، فما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم. فكنتمنى انكم تفرجوا الفيديو حتى الاخير هكا باش تكتشفوا جميع الاشياء اللي منشوره في الفيديو او اللي كننزلها لكم. فبزاف منكم دائما كنلقى تعليقات نفس الاسئله، مع الرغم اني كنحط جميع التفاصيل في الفيديو من اشياء اللي كنشر بانكم فين غادي تقدروا تلقاوهم. فكنتمنى انكم تبقاو تفرجوا الفيديو حتى الاخير هكا تكتشفوا حويجات اللي هما مهمين للمنازل ديالكم، خصوصا المطبخ والحمام والتنظيفات والترتيبات، اشياء اللي يمكن لكم ايضا تاخذوا عليها ريفيو كيفاش انكم تستخدموا هاد الادوات. فبالنسبه لهاد الحامل ايضا ديال الفرشات كمعقم، كذلك هنا جهاز سائل ديال التنظيف، كذلك شوفوا معايا هنايا هاد القبطة او العلاقة اللي كتلصق بواحد القوة
جد مذهلة. شوفوا معايا الكمية ديال اللصقة ديالها، فيمكن لكم تطبقوها سواء في الماريو او في المجورة، وايضا حتى في التواليت، فشي حاجة اللي هي جد عملية. كذلك هنايا عندنا واحد الصندوق اللي بالجرار ديالو اللي يمكن لكم توضعوا فيهم الاشياء اللي كتكون ثقيلة. ندوزو كذلك التوشيات بالنسبة للأحذية، كذلك هنايا علاقة اللي يمكن لكم توضعوا فيها بزاف ديال الأشياء اللي يمكن لكم أنكم تنشفوها أو تيبسوها. كذلك هنا مجموعة ديال الأجهزة اللي يمكن لكم طبخوا فيه كم أكلة في آن واحد. أيضا هنا إبريق كهربائي او غلاي فبالكأس ديالو كما كتشوفوا معايا. كذلك هنا توشيات اللي يمكن لكم تاكلوا بهم، ايضا بزاف ديال الخضر، فاشياء اللي سهلات علينا الحياة اليومية واللي تنظمتها لنا واللي رتبتها لنا واللي وفرات لنا الوقت اللي كانت السيدة كتعاني بزاف بزاف من متاعب ومشقة ديال المنزل. ايضا هنا جولة في المنزل ديال اللي عرضت عليكم مجموعة ديال هاد المنظمات والاجهزة المنزلية الحديثة. شوفوا الكمية ديال النظافة والترتيب، شي حاجة اللي هي روعة لا مثيل لها، اللي تستاهل اننا تعرفوا عليهم وناخدوا عليهم ريفيو للمنازل ديالنا. فكما شفتوا معايا ادوات منظمات اللي هي حديثة واللي غادي تعشقها طبعا كل سيدة بيت اكيد طبعا، وانا وحدة منهم. فكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو وخديتوا افكار اللي هي جديدة للمنازل ديالكم. وإلى عجبكم فيديو ما تنساوش بارتاج مع الأهل والأصدقاء، وكنتمنى لكم يوم سعيد ومشاهدة ممتعة، ونتلقوا فيديو مقبل بإذن الله. بسلام عليكم.